سلام البنات، كي راكم دايرين؟ اكو غايه لاباس، نتمنى تكونوا كامل بخير. نبداو الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على رسول الله. وانتي الا عجبك الفيديو ديري لي جيم كومونتير شباب. نرحب بالمشتركات الجدد اللي انضموا للقناه، نقول لكم مرحبا بكم حبيباتي، نورتوني وشرفتوني في قناتي. والمشتركات الوفيات نقول لكم الدار داركم والقناه قناتكم، مرحبا بكم ثاني نتوما حبيباتي. اليوم جيتكم بروتين خفيف ظريف كما كنت تشوفوا، روتين مسائي، يعني بعد ما عطيت لوليداتي شربوا لاتاي في العشيه، انا الصباح ندير القهوه والعشيه ندير لاتاي. راني نخمر هكا في الطابله نمسح فيها حاشاكم ونمو عندي فيها نغسلهم، ودرت سبكت الفلفل، راني باغي ندير العشاء الفلفل، درت الفلفل ينشوا وراني قدامي نغسل هاد المويعنات. ما عنديش يعني العشيه ما عنديش روتين بزاف، ندير تقريبا كاع صوالحي نديرهم في الصباح باش تبقى لي هكا العشيه نريح فيها، نتفرج كاش مسلسل، يعني حاجه خفيفه ظريفه نديرها العشاء. وفي نفس الوقت بغيت نقول لكم يعني واحد الموضوع كما انا يا شخصيا تبعته، يعني تبدلي حياتك كي تبغي تبدلي حياتك يعني الى الاحسن والى الافضل. يعني واش هما الصوالح اللي لا قديريهم مبدئيا ولا قنتي ديريهم؟ يعني تبعي راه كاين ما شاء الله قنوات يعني يقولوا لك كيفاش تنمي الشخصيه نتاعك، وكاين ثاني كتب كاين يعني تقراي وتتبعي هاد الطريقه. انا شخصيا راني نديرها يعني تبدلي حياتك الى الافضل، كيفاش تكوني وكيفاش تولي يبقى الى كي باغي يعني يحترموك اللي يعني اللي متداورين بك، الجيران الاصدقاء الاقارب، يعني تنمي الشخصيه نتاعك. مثلا اول حاجه ديريها تغيري من الشكل تاعك، هو اول حاجه تغيري من الطريقه تاع اللبس تاعك، يعني كنت شري غير حاجه تاع بدعيه يعني تاع 100 ميل تاع 60 ميل، المهم تغيري. يعني كو عارفين باللي ربه البيت دائما تسبق ولادها، دائما تقول لك انا نسمح في روحي نسبق ولادي نلبسهم ولا نشري حاجه للدار ولا هذه حاجه غلط وكنت نديرها انايا شخصيا. يعني وليت دروك نهتم بروحي، تشري دائما تسبقي روحك ثاني انت، يا لو كان بدعيه يا لو كان حاجه يعني خفيفه. ثاني حاجه يعني ثاني مثلا شعرك تصبغي شعرك ولا ديري كاش تغيري من الشكل نتاعه، ولا وثاني طريقه الكلام نتاعك، يعني وما دابك تقلي من الكلام نتاعك، يشوفوك قليل في الكلام يعني يوليو يهابوك يوليو يعرفوا واش كاين من مور يعني واش راكي داسه، يعني يبغيو يكتشفوا يعني الشخصيه نتاعك، يشوفوك ساكتة تكوني قليلة الكلام. وثانيا تعتزلي كل حاجة تأديك، يعني كيما كاين الماكلة اللي تأديك وما تبغيش تاكليها، ولا كاش يعني مع مأكولات، يعني كاين اللي تدي لك مثلا المصران ولا ما تبغيش تاكليهم، يعني الثاني هاكاك تعتزلي كاش بلايص تكوني تمشي لهم يأديوك في الهضره ولا يعني ولا ما يحترموكش، ولا اعتزلي كل حاجه تأديك، يعني بن هذا الطريقه ما توليش قاعد زعفي روحك وتولي عطي القيمه لروحك، يعني اللي ما يقيمكش ثاني انت ما تروحي له ما تقيميه. هذه ثاني حاجه مهمه في تغيير الشخصيه نتاعك. وتاني كاين حاجه واحده اخرى، تعمر الاوقات والفراغ نتاعك، اللي يعني كاين الماكيتات بالبيوت ما يخرجوا ما والو، يحسوا بن هذيك يعني خاطرك يضيق وتحسي بالاكتئاب، هذا يعني يرجع لك للشخصيه تاعك، تأدي الشخصيه نتاعك وتولي في اكتئاب. ماذا بك ديري سبور ولو غير في البيت؟ كاين بزاف البرامج راهم في اليوتيوب تبعيهم. وتاني كذلك ديري تصلي صلاتك وديري القران دائما في الدار، يعطيك القوه ويعطيك ثاني الطاقه الايجابيه ويحسن لك المزاج نتاعك. تبعي ثاني هوايه تبغيها، مثلا الطبخ ولا الرسم ولا اي هوايه تكوني تبغيها تبعيها، ثاني تحسن لك من النفسيه نتاعك، وهذا يغير لك ثاني من حياتك. يعني تقريبا هادو هما الصوالح اللي بدلوا لك حياتك كي تبغي تبدلي حياتك الى الاحسن. هادو الصوالح البسيطه هما اللي تبداي بهم، هما اللي غادي تحسني من روحك انت الاولى قبل ما تحسني من المجتمع تاعك. نتمنى الفيديو تاع اليوم يعجبكم، والى لقاء الى فيديو اخر.